السلام عليكم. اليوم حبينا نعرفكم بحصن من حصون ليعود إلى الفترة العثمانية للدولة الجزائرية عندما كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية اللي عرفت أوج تطورها إلى حدود أوروبا الشرقية وفتحت ألبانيا ورومانيا ودول الشرق أوروبا ووصلت إلى أسوار فيينا. إذن هذه المرحلة من تاريخ الجزائر، للجزائر كانت جزء من هذا الإرث التاريخي الإسلامي السني. إذن في هذه المرحلة كان فيه يعني آثار كبيرة على كل التراب الوطني، ومنها هذا الحصن اللي يعود إذن إلى الفترة العثمانية ليقع في ولاية بويرة بلدة عين بسام. إذن حبينا نعرفكم بهذا الحصن الضخم على شكل النجمة الإسلامية ذات 8 أضلاع. إذن خليكم تابعوا الفيديو حول حصن العثماني بولاية بويرة وبالضبط في بلدة عين بسام. خليكم تابعوا هذا الفيديو اللي عرفنا بهذا الإرث الحضاري والتاريخي اللي لازم الاهتمام به وإبرازه. أترككم في رعاية الله، يحفظه، والسلام عليكم.